السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله عايزين نشوف مع بعض ازاي براكتيكالي اقدر اكريت السي اي دي فايل في السيمنز ريليز. طيب انا دلوقتي ممكن يكون عندي اكتر من سيناريو. سي مثلا السيناريو رقم واحد ان انت ممكن دلوقتي راجل انجينير شغال في الانجينيرنج ديبارتمنت وانت دلوقتي موجود في الاوفيس، فبتبتدي ان انت تكريت عندك بروجكت خاص بمجموعه من السيمنز ريليز وتبتدي ان انت تعمل انسيرت نيو ديفايسز وتختار الديفايسز بتاعتك زي مثلا 7 اس دي لللاين بروتكشن، 7 يو تي للترانسفورم بروتكشن، 7 اس جي فيدر بروتكشن، وات ايفر ايا كان مجموعه الريليز اللي موجوده عندك. وفي الاخير بتبتدي ان انت تاخد البروجكت ده ترسله في السايت، ياخده بعد كده مهندس البروتكشن يشتغل من خلاله على السيتنج والكونفيجريشن الخاصه بالبروتكشن، وممكن بعد كده يعمل السي اي دي فايل او ان هو يسلم البروجكت ده بعد كده لمهندس الساس اللي هو هيبتدي ان هو يعمل السي اي دي فايل. طيب السيناريو الثاني ان انت ممكن راجل تكون دخلت موقع وما عندكش اصلا البروجكت، فبتبتدي ان انت تكريت انت بروجكت وتبتدي تسحب الريليز كلها اللي موجوده عندك في المحطه اللي هي السيمنز ريليز، وتكريت انت البروجكت كامل وتبتدي تشتغل على السيتنج والكونفيجريشن الخاصه بالبروتكشن بالاضافه للسي اي دي فايل، او بعد كده تدي البروجكت ده لمهندس الاوتوميشن وهو اللي كريت السي اي دي فايل. ايا كان يعني احنا بنتكلم سواء كنت انت مهندس بروتكشن او انت مهندس اوتوميشن، واحد من الاثنين هيكون مسؤول عن السي اي دي فايل. ممكن السيناريو الثالث ان اوريدي البروجكت ده في حد اصلا غيرك عمله، والبروجكت ده موجود على الكمبيوتر او الانجينيرنج بي سي الخاص بالساس سيستم، وانت كمهندس بروتكشن دخلت المحطه فبتبتدي تاخد البروجكت ده من على الانجينيرنج بي سي وتروح تشتغل على الريليز بتاعتك كلها كسيتنج وكونفيجريشن خاصه بالبروتكشن بالاضافه ان انت تكريت السي اي دي فايل. ايا كان الثلاثة سيناريو اللي احنا بنتكلم عليهم دول، احنا عايزين نشوف ازاي فروم سكراتش ان انا اقدر اكريت البروجكت بتاعي وابتدي ازاي اقدر من خلاله اعمل السي اي دي فايل للسيمنز ريليز. جميل جدا. طيب دلوقتي انا عملت ايه؟ اول حاجه ان انا عملت كريت للبروجكت، والبروجكت ده مثلا اديته اسم رشاد، ثم بعد كده جوه البروجكت ده ابتديت ان انا انسرت نيو ديفايسز وعلى حسب الريليز اللي موجوده عندي. انا هنا كمثال معاكم عملت تو ريليز الاثنين 7 اس دي 522 خاص بالاوفر هيد ترانسميشن لاين بروتكشن. فعندي دلوقتي تو فايلز، عندي الملف الاولاني عملت له رينيم وسميته اوفر هيد لاين ريلي بروتكشن بانل 01، والملف الثاني اوفر هيد لاين ريلي بروتكشن بانل 02. طيب احنا دلوقتي عشان نفتكر مع بعض كده في الفيديوهات اللي فاتت لما كنا بنتكلم بشكل نظري عن السي اي دي فايل، قلنا ان احنا عندنا 3 ستيبس عشان اقدر اعمل سي اي دي فايل بشكل سريع. اول ستيب كانت عندنا هي تحديد اللوجيكال نودز، وقلنا اللوجيكال نودز دي بتنقسم لحاجتين او في منها نوعين، في عندي حاجه اسمها الستاندرايزد لوجيكال نود وعندي حاجه تانية اسمها الجينيريك لوجيكال نود. فانا دلوقتي المفروض ان انا احدد ايه هي السيجنلز اللي انا مفروض عايز اعمل اكستشينج للاشارات دي او للسيجنلز دي او حتى للكوماندز دي ما بين الريليز بتاعتي وما بين الساس سيستم. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ الكلام ده بيتعمل من خلال الماسكينج انبوت اوتبوت. فابتدي امسك اول فايل عندي وابتدي افتح الفايل ده اوف لاين، اقول له اوكي. تمام كده انا فتحت الملف عندي ايه؟ عندي اوف لاين. طيب اول حاجه اعملها ايه قبل ما اروح للماسكينج انبوت اوتبوت؟ وخلي بالنا النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، لازم تحدد الاول من الديفايس كونفيجريشن مين الفانكشنز اللي عندك انيبل او ديسيبل. طيب ليه؟ لان انت بكل بساطه ممكن تروح تعمل شغلك كله في الماسكينج انبوت اوتبوت وفي الاخير تيجي تقول لي مثلا الفانكشن دي انا هعملها ديسيبل، كده كل اللوجيكال نودز او السيجنلز اللي انت عملت لها كونفيجريشن في الماسكينج انبوت اوتبوت عشان تستخدمها في السي اي دي فايل بتاعك هتروح بمجرد ما انت عملت ديسيبل، حتى لو رجعت عملت انيبل مش هترجع مره ثانيه بشكل اوتوماتيك، بالعكس هترجع ثاني انت محتاج تعمل لها ايه؟ محتاج تعمل لها برمجه، وممكن حتى اوريكم مثال على كده واحنا شغالين، تمام؟ وحتى عشان تفتكروها خلينا بنتكلم دلوقتي مثلا عن الديفرنشال بروتكشن او احد الفانكشنز معمول لها انيبل ونشوف لو عملت لها ديسيبل ايه اللي هيحصل عندي في السي اي دي فايل. جميل جدا. طيب انا خلصت خلاص كله انيبل او ديسيبل على حسب اللي هيكون عندي موجود في المحطه، اقول له اوكي ثم بعد كده افتح الماسكينج انبوت اوت. جميل جدا. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف مع بعض اكتر من مثال للسيجنلز اللي هيتم استخدامها.
خلينا نقول اول حاجه خلينا نستخدم احد الستاندرايزد سيجنال اللي موجوده مثلا في الديفرنشال بروتكشن. تمام، فكل اللي عليا ان انا بفتح الديفرنشال بروتكشن، وزي ما احنا متفقين او فهمنا قبل كده في فيديوهات السيمنز اللي احنا موجوده عندنا على القناه، ان احنا عندنا في عندك حاجه اسمها السورس وفي عندك حاجه اسمها الديستنيشن. السورس والديستنيشن بكل بساطه معناه ايه؟ انت عندك، خلينا نعمل مينيمايز كده، تمام، عندك حاجه اسمها سورس وعندك حاجه اسمها ديستنيشن. انت هنا عندك على الشمال جميع الفانكشنز بتاعتك اللي موجوده عندك في الريلي، ثم عندك حاجه اسمها سورس وعندك حاجه اسمها ديستنيشن. معنى كلمه سورس يعني المصدر بتاع السيجنالز اللي موجوده جوه الفانكشنز اللي موجوده على العمود اللي على ايدك الشمال ده جاي منين؟ هل جاي من باينري انبوت؟ هل مثلا جاي من فانكشن كيز؟ هل مثلا جاي من الساس اللي هو السيستم انترفيس؟ هل جاي من السي اف سي؟ طيب والديستنيشن معنى كده وجهه او الاتجاه اللي رايحه فيه السيجنالز بتاعتك بتاعت الفانكشنز دي رايحه لفين؟ رايحه الباينر او بتروح ال اي دي؟ رايحه للسيستم انترفيس اللي هو الساس او الاكستندد سيستم انترفيس؟ رايحه للسي اف سي؟ وهكذا. فبكل بساطه لو انت فهمت كلمه سورس وكلمه ديستنيشن معناها ايه هتقدر تبرمج بسهوله. طيب خلينا نقول دلوقتي ان انت عندك كل البروتكشن فانكشنز هتلاقي بعض الاشارات اللي موجوده فيها هي اوريدي بري كونفيجرد اصلا من خلال السوفت وير نفسه. هتلاقي ان هم كلهم موجودين في عندك الكولوم بتاع الديستنيشن اللي هو موجود عندك على حاجه اسمها السيستم انترفيس. فبكده انت تقدر بعد كده تقدر تستدعي السيجنالز دي لان هي اوريدي كونفيجرد عندك في الـ او معمولها كونفيجر ان هي تقدر تروح للساس سيستم. طيب افرض انا عندي اشارات تانية انا عايزها زي مثلا السكند هارمونيك. دلوقتي عندك مثلا ديفرنشال سكند هارمونيك، طب ازاي اوظفها في الساس سيستم او ازاي اقدر احددها ان دي لوجيكال نود انا بعد كده عايزها احطها في الداتا سيت بتاعتي؟ لازم هنا ابتدي ان انا اروح احطها في السيستم انترفيس. بس لو جيت تحطها في السيستم انترفيس هتلاقي ان انت مش مسموح لك تحطها فيها نتيجه انها سيجنالز اوريدي موجوده او امبيدد سيجنال موجوده في عندك في الريلي، ولكن هتلاقي مسموح لك ان انت تحطها في حاجه اسمها الاكستندد سيستم انترفيس. وعموما انت عندك ريكومنديشن اصلا من سيمنز ان انت الاشارات بتاعتك يفضل ان انت تحطها في الاكستندد سيستم انترفيس. جميل. طيب هبتدي ان انا اقول له اكس، خلاص ادي عندي مثلا اشاره اللي هو السكند هارمونيك وعندي فيزا ال1 وفيزا ال2 وفيزا ال3. يبقى انا شفنا مع بعض دلوقتي ان عندي مجموعه هنا من الاشارات دي ستاندرايزد لوجيكال نودز، وانا ابتديت بس اعملها كونفيجر عندي في الديستنيشن بتاعتها على الاكستندد سيستم انترفيس. تمام، جميل جدا. طيب خلينا احنا لسه ما خلصناش الجزئيه دي، هرجع لها مره ثانيه. طيب الحاجه الثانيه ان انا عندي دلوقتي جينيريك لوجيكال نودز. يعني ايه جينيريك لوجيكال نود؟ اتفقنا ممكن يكون حاجه من الاثنين، يا اما جينيريك سيجنالز يا اما جينيريك لوجيك، مظبوط. طيب اي حاجه جينيريك اعمل فيها ايه؟ كعمليه تنظيميه اجي هنا ادوس رايت كليك على اخر جروب موجود عندي واقول له انسرت جروب افتر، والجروب ده مثلا سي هسميه ساس سيجنالز عشان يكون اسم كده ايه يونيك، واقول له اوكي. جوه الساس سيجنالز دي ابتدي اشوف عندي جميع السيجنالز المطلوبه مني ان انا احطها في السي اي دي فايل بتاعي وابتدي ان انا اضيفها هنا. فلنفترض مثلا ان انا دلوقتي عندي باينري انبوت، ولنفترض كمان ان انا عندي لوجيك معين ما بين اثنين باينري انبوت او باينري انبوت مع تايمر، وات ايفر. تمام، طيب فانا هعمل ايه؟ هاجي ادوس له رايت كليك هنا واقول له انسرت انفورميشن، وابتدي اروح لكلمه انونسيشن وسنجل بوينت واختار عندي السنجل بوينت بتاعتي. تمام، حلو قوي. طيب دي كده سنجل بوينت الاولى اللي انا عايز ابعتها للساس. طب هل هي دي بس؟ لا، انا كمان في سنجل بوينت عندي انا عايز ابعتها للساس، او اتنين سنجل بوينت عندي عايز ابعتهم للساس، ولكن بعد ما يدخلوا على اند جيت وتايمر اللي هو جينيريك لوجيك عندي. فانا ممكن اظبط برضو من دلوقتي انزل برضو اتنين سيجنالز تانيين كباينري انبوتس. تمام، حلو قوي. طيب والاثنين انبوتس دول بعد ما يدخلوا على لوجيك هيخرجوا على اوتبوت، مظبوط كده. فالاوتبوت ده ممكن انت عادي تاخده اوتبوت برضو اللي هو اون اوف عادي ما عندكش اي مشكله، او تاخده اوتبوت ايه اوتبوت فاست او اوتبوت سلو زي ما انت عايز، ما فيش مشكله طالما هي كلها اشارات ايه الارمز. جميل، حلو قوي. فانت عايز تاخدها اوتبوت ما عندكش مشكله، تاخدها اوتبوت بروتكشن اون اوف اللي هو الفاست، او اوتبوت سلو اللي هو الايه اللي هو هيكون عندك الاون اوف اوتبوت اللي هو يعني زي ايفنتس بتطلع من عندك من الريلي بتاعك. تمام، فانا بالنسبه لي ما فيش مشكله عندي باخدها برضو ايه سنجل بوينت، ولكن خلينا نغير عشان الناس ايه تشوفها. ادي عندي مثلا سلو اوت. تمام كده، حلو قوي. طيب يبقى انا كده عندي انبوت وعندي اتنين انبوت انا عايز استخدمهم في لوجيك، ادخلهم على الاند جيت ثم تايمر، ثم الخارج بتاعهم يروح على
الاوتبوت ده، والاوتبوت ده هو اللي هبعته على الساس. طيب بس كده لا، ساعات كمان بيطلب مني احد الانبوتس اللي بتيجي عندي على الريلي زي مثلا بروتكشن ان اوت تكون دبل بوينت، فانا برضو محتاج دبل ايه، محتاج دبل بوينت. طيب هبتدي اخد السيجنال بتاعتي وانزلها عندي هنا برضو. طيب دلوقتي هبتدي ان انا اعمل رينيم للسيجنالز، بس احنا طبعا زي ما احنا عارفين عندي حاجه اسمها الديسبلاي تكست وعندي حاجه اسمها اللونج تكست. ناخد بالنا من المسميات دي بشكل كويس جدا، ليه؟ عشان خاطر بعد كده الاشارات بتاعتي دي كلها وانا ببتدي، او اللوجيكال نودز بتاعتي دي وانا ببتدي اعملها اساين جوه الداتا سيت بتاعتي في السي اي دي فايل، هبتدي الاحظ ان انا اقدر اجيبهم من خلال المسميات بتاعتهم عشان ما ادورش عليهم كتير. تمام، هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض. طيب فسي مثلا ان انت عندك الالارم الاولاني ده مثلا هنقول مثلا عليه التريب سيركت سوبرفيجن مثلا فيل، فهنسمي الديسبلاي تكست بتاع التريب سيركت سوبرفيجن واللونج تكست تريب سيركت سوبرفيجن فيل عشان نشوف الفرق اللي هيحصل ما بين المسميين دول. طيب وبعد كده عندك هنا مثلا سي ان ده انبوت 1 وده انبوت 2. تمام، وطبعا اللونج تكست بتاعه مش هيفرق معايا كتير، انا دلوقتي اصلا كده كده دول مش هستخدمهم في اساس، ولكن دول هعمل بيهم لوجيك فاسميهم برضو انبوت 1 وانبوت 2. ولكن هنا الاوتبوت اللي هيخرج من عندي هو ده اللي هوديه للساس، فلنفترض مثلا ده هسميه ولنفترض مثلا دي سي الار. تمام حلو، وهسميه هنا برضو دي سي الار، ممكن نخلي الشورت تكست دي سي فقط. تمام، واللونج تكست هو اللي اسمه دي سي الار، وهنا هنسميها مثلا بروتكشن. تمام، وهنسمي اللونج تكست بتاعتها بروتكشن اون سلاش اوف. تمام، ده اللونج تكست ايه، اللونج تكست بتاعها. طيب نبتدي بقى نركز، نيجي اول اشاره عندك اللي هي تريب سيركت سوبرفيجن، السورس بتاعها هو هيجي لك مثلا اكسترنال من خلال باينري انبوت، فابتدي ان انا اعمل اساين لباينري انبوت مع التريب سيركت سوبرفيجن فيل او مع الانبوت ده. تمام، طبعا بغض النظر عن البرمجه المسبقه للريلي انا ممكن امسحها كلها وابتدي ان انا اجي بس هنا ايه اعمل اساين للباينري انبوت حسب الدروينج اللي عندي. طيب انبوت او التو انبوتس دول هسميهم مثلا، هخليهم انبوت رقم 1 2 مثلا وانبوت رقم 3. طيب الاوتبوت بتاعي ده، طبعا الاوتبوت بتاعي ده ملوش انبوت، الانبوت بتاعه بيجي منين؟ بيجي من السي اف سي. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معنى كده ان الدي سي الارم بيجي عندك السورس بتاعه من السي اف سي، فاجي هنا اعمل له كونفيجر في السي اف سي. طيب والدبل بوينت ده بيجي لي من باينر انبوت عادي خالص، فهيجي ادوس اكس هنا فالاقي على طول نزلوا تو باينر انبوتس بتوعك اللي هو بروتكشن ان وبروتكشن اي وبروتكشن اوت. جميل حلو، فده كده السورس، فالسورس بتاع السيجنال دي جاي لك منين؟ من باينر انبوت. طيب والديستنيشن بتاعها رايح فين؟ انا عايز اوديه للساس، فاجي هنا اقدر ابرمجه في السيستم انترفيس، مش هقدر ابرمجه في الاكستند سيستم انترفيس لان دي حاجه جينيريك انا عاملها، فابتدي اقول له ايه اكس. تمام، طيب هنا بقى ابتدى يظهر معايا مسمى اللي انا قلت لكم فوق في الديفرنشال بروتكشن، انا هاجله دلوقتي وهنفهمه مع بعض. ايه هو؟ انت اول ما قلت له ان انت عايز تحطه في السيستم انترفيس جالك قال لك هنا في عنوان معين. ايه العنوان ده؟ بص كده اقرا كده الكلام اللي احنا فهمناه في الكلام النظري، لوجيكال ديفايس لوجيكال نود داتا اوبجكت. دي الترتيبه، فاكرين لما عملنا تشريح كده للريلي وعرفنا ان عندي حاجه اسمها فيزيكال ديفايس جواه حاجه اسمها لوجيكال ديفايس اللي هي كانت عباره عن ايه، كنترول او بروتكشن او اكستندد انترفيس او ديستربنس ريكوردر او ميجرمنت اللي هي بتسميها اللوجيكال ديفايس، جروب من مجموعه من اللوجيكال نودز، وجوه كل لوجيكال ديفايس كان عندك مجموعه من اللوجيكال نودز، وجوه كل لوجيكال نود كان في حاجه اسمها داتا اوبجكت اللي هو مثلا سي لو انت مختار ميجرمنت او مختار حاله بريكر، فعندك مثلا الداتا اوبجكت مثلا بتاعها اللي هو مثلا بريكر اوبن او بريكر كلوز، ولو هي مثلا ميجرمنت يقول لك امبير ولا جود ولا تيار. ثم بعد كده في حاجه اسمها داتا اتريبيوت، شرح للايه، للديتا بتاعتك دي. فهنا انت اول ما برمجته بيقول لك هو عنوانه هيبقى ايه، طبعا دي حاجه جينيريك فانت اللي ايه، فانت اللي بتحطها، فعشان كده قال لك هي بتنتمي للوجيكال ديفايس اللي اسمه كنترول. عايز تديله مسمى، ممكن تديله مسمى مثلا تقول لي والله ده ساس، انت بس هتسميه ساس سيجنال. يجي يقول لك الجينيريك سيجنال بتاعتك دي الجي جي اي او بتاعها بكام، انت عندك مجموعه من الجي جي اي او تقدر تبرمجه على حسب طبعا عدد السيجنالز عندك، تحطهم جوه جي جي اي او، جروب معين من الجي جي اي او لمجموعه مثلا معينه من السيجنالز وهكذا لمجموعه اخرى وهكذا. تمام، ثم اس بي سي اس او رقم كام، عندك رقم واحد خلاص اخترت رقم واحد، بعد كده تيجي في اللي بعدها تقول له ده ابلاي، تقول له اوكي. اللي بعدها طبعا مش هتعرف تاخد رقم واحد، هتيجي يقول لك مثلا رقم اثنين رقم ثلاثه رقم اربعه، وهنشوف مع بعض. طيب فدي كده اول سيجنال. طيب التو سيجنالز التانيين، التو سيجنالز التانيين دلوقتي السورس بتاعهم كان باينري انبوت، اما الديستنيشن بتاعتهم هي مين؟ هي السي اف سي، فانا هودي الاثنين دول للسي اف سي بالشكل ده. تمام،
طيب نيجي بعد كده للالارم، هو السورس بتاعه هيجي لك من السي اف سي، بس الديستنيشن بتاعته فين؟ الديستنيشن بتاعته في الساس، فتقول له اكس. هيجي برضو نفس الكلام كنترول، وتيجي تقول له مثلا الساس جي جي اي 1، بس هنا مش هتلاقي مثلا ايه، مش هتلاقي السيجنال رقم واحد، هتلاقي بس افيلبل عندك رقم كام؟ 2، فتقول له ابلاي وتقول له اوكي. ثم البروتكشن ان اوت ده السورس بتاعها او الاون اوف، تمام. السورس بتاعها جاي لك منين؟ جاي لك من باينري انبوت، والديستنيشن بتاعتها رايحه فين؟ رايحه للساس، وتبتدي برضو هنا هتسميها مثلا ساس، وتيجي هنا هتلاقيها رقم كام؟ رقم 3، وتقول له ابلاي وتقول له اوكي، تمام. طيب لو رجعنا بقى تاني للديفرنشال بروتكشن، وجيت مسكت السيجنال بتاعتك دي وقلت له هنا كده رايت كليك وقلت له بروبرتيز، ورحت الاي سي 1650، هتلاقي ادي العنوان بتاعه اهو، هتلاقيها موجوده فين؟ في الاكستندد سيستم انترفيس، وده يعتبر بالنسبه لك هو مين؟ هو اللوجيكال ديفايس، ثم جي جي اي او 49، تمام، اللوجيكال نود بتاعتك، ثم السيجنال رقمها 30. فطبعا حاجه زي كده انت ممكن تاخدها صوره او تكتبها، بحيث ان انت بعد كده لما نيجي نروح في السي اي دي فايل زي ما هنشوف كمان شويه، هتبتدي ان انت تعمل ايه؟ تبتدي تدور على السيجنال دي اللي هي اسمها ديفرنشال سكند هارمونيك عن طريق العنوان ده اللي انت ايه، اللي انت شايفه قدامك، تمام. يبقى انا كده خلاص عندي الستاندرايز لوجيكال نود، وعندي هنا مثلا نوع السيجنال ده جينيريك مثلا لوجيكال نود او جينيريك سيجنال، والاثنين دول انا هبتدي اعمل بيهم سي اف سي واطلعهم على اوتبوت اسمه الارم، وعندي نوع كمان اللي هو الدبل بوينت عشان برضو تشوفوا ان احنا ازاي اخترناه، تمام كده. فده الدبل ايه، الدبل بوينت بتاعك. طيب يبقى انا كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي اروح للسي اف سي واظبط السيجنال بتاعتي. فاروح بكل بساطه في السي اف سي، عايز اعمل سي اف سي جديد، اوكي، اشتغل على السي اف سي اللي موجود عندي، برضه ما عندكش اي مشكله خالص. هفتح السي اف سي بتاعي، تمام. طيب هبتدي اروح انا لبيج رقم 1، طبعا في فيديوهات خاصه بالسي اف سي ممكن ترجع لها لو انت عايز تتعلم ازاي الشغل على السي اف سي. فانا بكل بساطه ممكن ابتدي ان انا اجيب مثلا اند جيت كده اهو، وابتدي مثلا اجيب عندي تايمر، ايا كان اللوجيك على حسب طبعا الشغل اللي انت عندك فين، اللي انت عندك في المحطه اهو. وهتبتدي طبعا تيجي على السيجنال الاولى تقول له انتر كونكشن تو ادرس، وتبتدي تاخد الانبوت الاولاني، تمام، انتر كونكشن تو ادرس، وهتاخد الانبوت الثاني. ثم تيجي من هنا هتروح مثلا للست بتاع بتاع التايمر، وتبتدي تحط مثلا تايم ديلي، طبعا هو بالملي سكند، فخلينا نقول مثلا 3000 ملي سكند اللي هو 3 ثواني مثلا اهو، تقول له اوكي، وتبتدي تطلع بالاوتبوت بتاعك تقول له انتر كونكشن تو ادرس. هتلاقي ساعتها الاوتبوت بتاعك اللي انت واخده اهو، اللي هو اسمه ايه؟ اسمه دي سي. واخد بالك هنا المسمى جاي لك عن طريق مين؟ الديسبلاي تكست، ها، عشان تبقى عارف امتى هتستخدم الديسبلاي تكست وامتى هتستخدم اللونج تكست. فدي نقطه مهمه جدا. تحت انهي جروب؟ تحت جروب الساس سيجنالز. فانت بتدور دلوقتي وعندك هنا لسته كبيره، مش محتاج تقعد تدور في كل الكلام ده، اللي انت عارف رايح لجروب اسمه ساس سيجنالز. انهي اشاره في ساس سيجنال؟ اللي تحت كلمه ديسبلاي تكست اللي اسمها دي سي، وتقول له اوكي. خلصت؟ اه. بنعمل ايه؟ بنعمل كومبايل. بس لو ربما انت مثلا نزلت البلوكات بتاعتك بشكل غير مرتب، زي ما احنا عارفين قبل كده في الفيديوهات زي ما قلت لكم في السي اف سي بنعمل اوبتمايز للران سيكونس، تمام، ما فيهاش مشكله، خلاص الامور تمام، هو رتب البلوكات زي ما هي، الترتيب بتاعها يتم تنفيذه، ثم تقول له ايه؟ كومبايل، تمام. حلو قوي. طيب وانا اللوجيك اللي انا عملته ده فين دلوقتي؟ المفروض اللوجيك ده يا اما في السلو يا اما في الفاست بي ال سي، فهو موجود عندي فين؟ في السلو بي ال سي، عادي ما عندكش مشكله، عايز تحطه في الفاست بي ال سي برضه ما عندكش اي ايه، اي مشكله. هو كده كده مش حاجه ريليتد للبروتكشن، او مش حاجه ريليتد ان انت ايه هتعمل مثلا بيها تريبنج او ايا كان، تمام. فانت كده ايه، خلصت الجزئيه الايه، الجزئيه الاولى اللي هي بتاعه اللوجيكال ايه، اللوجيكال نودز، تمام كده. طيب دلوقتي عندي سيتنجز مهمه جدا المفروض ان انا اظبطها، بدل ما اقفل الفايل بتاعي وارجع افتحه مره ثانيه عشان اظبط السيتنجز دي. اول سيتنج عندك هو الانترفيسز. لو فتحت الانترفيسز بتلاقي عندك حاجه اسمها ريدندنسي. جوه الريدندنسي في عندك حاجه اسمها الاوبريتنج مود. طيب الاوبريتنج مود ده في منه نوعين، في منه لاين وفي منه سويتش. انا اللي شغال بيه دلوقتي عندي اللي هو السويتش. ايه اللي هو السويتش ده؟ معنى كده ان في عندك رينج كونكشن ما بين الريليز. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت عندك 10 ريليز في المحطه، فانت بتخرج من ريلي 1 لريلي 2، ثم من ريلي 2 لريلي 3، ثم من ريلي 3 لريلي 4، فبتوصلوا مع بعضهم كانهم سلسله، وفي الاخير بتطلع بفايبر كوميونيكيشن ما بين الريلي الاول لحد السويتشز الخاصه بالساس، والريلي العاشر لحد السويتشز الخاصه بالساس، وبالتالي كده كانك عندك رينج كامله.
ولو حصل عندك قطع في الرينج دي في اي جزء منها فاصبح دلوقتي في مسارين لارسال السيجنلز. طبعا كل مسار دلوقتي هيكون على حده او منفصل بذاته لمجموعه الريليز اللي موجوده عنده. يعني مثلا لو حصل فصل ما بين الريلي الثالث والرابع اصبح دلوقتي الريلي الاول والثاني والثالث بيوصلوا للساس لوحدهم في صوره زي اوبن رينج، والريلي من اول الرابع لحد العاشر بيوصلوا للساس برضو باوبن رينج اخرى. تمام. طيب ثم الريدندنسي تايب عندك اللي هو الار اس تي بي ونقول له اوكي. تاني سيتنج عندك وده مهم جدا هو التايم سينكرونايزيشن. هنا الريليز اللي عندك في المحطه بتبتدي تتوصل بيه اكسترنال جي بي اس، فاحنا هنا بنختار حاجه عندك اسمها الاكسترنال ان تي بي اللي هو النتورك تايم بروتوكول. وبعد كده ببتدي هنا عندك النو داي لايت سيفنج، ببتدي ان انا اتك مارك عليها. ثم عندك هنا التايم بتاعك او التايم زون اوفست بتاعك بتبتدي انت تحطه زيرو، طبعا نتيجه ان انت عندك الايه الاكسترنال جي بي اس. تمام. وبعد كده اقول له ايه، اقول له اوكي. يبقى انا كده خليت التايم سينكرونايزيشن الخاص بالريلي ده هيتاخد من خلال جي بي اس. تمام كده. اوكي كده انا خلصت الايه السيتنجز كلها. ابتدي اقفل عندي الملف، هيبتدي يقول لي سيف، هقول له اه كلوز، ويبقى انا كده خلصت الايه، خلصت الفايل الاول بتاعي. تمام.